بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أن الأمر بالمخالفة يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم مقصودا للشارع من وجوه. وقفنا عند قوله الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير اصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له، دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق مخالفة أهل الكتاب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يصبغون، يعني لا يصبغون الشيب، لا يصبغون الشيب في اللحية والرأس، فلا يغيرونه عن البياض، فأمرنا أن نخالفهم في ذلك وأن نصبغ مخالفة لهم. وذكر أن الشارع إذا أعقب الحكم بوصف مرتب بالفاء فإنه يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين. فمن أدلة العلة أن يتعقب الحكم وصف مرتب بالفاء، فتقررت هذه القاعدة أن مخالفة أهل الكتاب أمر مقصود للشارع من أجل مباينتهم والتميز عنهم، لئلا يسري إلينا شيء من دينهم ومن عاداتهم الخاصة بهم. فلما كانوا لا يصبغون أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بصبغ الشيب، أدل على أن صبغ الشيب أمر مشروع، وأن العلة في مشروعيته هي مخالفتهم، وهذه قاعدة أن مخالفتهم أمر مطلوب. هذه من جزئيات هذه القاعدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع، فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. كما ذكرنا أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع لما فيها من مباينتهم
والتميز عنهم لئلا تسري إلينا عاداتهم الفاسدة أو أشياء من دينهم المحرف المبدل أو المنسوخ، فهذا سد للذريعة. نعم. قال: فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. نعم، من الحكمة في مخالفتهم أننا يحصل لنا الابتعاد عن خصوصياتهم في أمور دينهم وأمور عاداتهم الخاصة بهم، من أجل أن لا يتطرق إلى ديننا شيء من دينهم المنسوخ أو المحرف، أو التشبه بهم في الظاهر فإنه يدل على محبتهم في الباطن، إذ لو لم يحبهم الإنسان في باطنه لما تشبه بهم في ظاهره. فلا يمكن أن تبغض أحدا ثم تتشبه به، هذا شيء مستحيل. نعم. قال: وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن. نعم، لأن ما هم عليه من الضلال والكفر والعادات القبيحة هذا مرض معنوي، ولذلك يؤمر بالوقاية من الأمراض الحسية، ويقولون الوقاية خير من العلاج، وهذا شيء معروف في الأمراض الحسية، فالأمراض المعنوية من باب أولى، وهي الأمراض القلوب، فإن أمراض القلوب أشد من أمراض الأبدان، فإذا كانت الوقاية تتخذ من أمراض الأبدان فإن اتخاذ الوقاية من أمراض القلوب آكد وأشد في هذا الأمر. وكل هذا مما يدل عليه حرصه صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم، لا لأجل أشخاصهم أو أنهم يهود أو نصارى فقط، بل لأجل أوصافهم وما هم عليه من الباطل، من أجل أن نحمي أنفسنا وديننا أن يتطرق إليه شيء مما هم عليه، فإن هذا الدين ولله الحمد متميز وكامل ولا يحتاج إلى إضافات، ولا يحتاج إلى إيجاد شيء لم يشرعه الله عز وجل. ولهذا نهي عن البدع والمحدثات، ومن ذلك التشبه بأهل الكتاب، فإنه إحداث في هذا الدين لما يجلبه التشبه من الزيادات في الدين أو النقص من الدين، فإن هذا أمر معروف وهو من الصيانة لهذا الدين، من أن يتطرق إليه شيء من الأديان المنسوخة أو المحرفة. نعم. هذا إشارة يا شيخ إلى أنه قد لا يدرك ذلك إلا من يعني يختلف الناس في إدراك الحكمة من هذا، وجه التشبه قوله لا يعرفه إلا من. الواجب على المسلم الامتثال، الواجب على المسلم الامتثال سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما دام أنه مسلم فإنه يجب عليه الامتثال، فإن عرف الحكمة فبها ونعمة، وإن لم يعرفها فإنه يجب عليه الامتثال، ويعتقد أن الرسول لا يأمر إلا بشيء فيه مصلحة أو دفع مضرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الشيئين: والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال. أولا أن ما هم عليه أنه من الأمراض المعنوية، فنحن نتقي هذه الأمراض بسد الطريق
وهو منع التشبه بهم، لأن التشبه يصحبه شيء من سريان ما هم عليه. نعم. وثانيا أن ما هم عليه نقص، وهذا الدين هو الدين الكامل، دين الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم، فهم على دين قد نسخ أو حرف وانتهى العمل به، فالأخذ به بشيء من دينهم نقص، فكيف ندع الكمال وناخذ بالنقص؟ نعم. قال: وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص. إلا وهو مضر أو ناقص، مضر في العقيدة أو ناقص، نقصا يتنافى مع كمال الإسلام وجمال الإسلام. فنحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى استيراد شيء من الأديان أو استيراد شيء من العادات والتقاليد، فإن ديننا غني بكل ما يحتاجه البشر، لأن الله شهد له بالكمال: اليوم أكملت لكم دينكم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنحن نحتفظ بهذه المنزلة التي أعطانا الله، ولا نتنازل عنها إلى شيء من المرض أو النقص أو الضرر المترتب على التشبه بأهل الكتاب. نعم. الحمد لله. قال: لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال نعم، ما هم عليه لا يخلو من أحد حالين: إما أنه منسوخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ، بل يجب العمل بالناسخ، والذي يعمل بالمنسوخ هذا ليس على دين، لأن المنسوخ ليس دينا بعد نسخه، لا يكون دينا. وإما أنه غير منسوخ لكن هو عرضة لأنهم يتلاعبون به ويزيدون وينقصون، كما أن عادتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وأنهم يقولون قولا غير الذي قيل لهم. فهو وإن كان أصله صحيحا ولم ينسخ فإنهم لا يوثقون، لأنهم يزيدون فيه وينقصون. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه معه ورقة من التوراة أعجبته، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليراها الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب عليه وقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالحاصل أن ما هم عليه لا يخلو، إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون غير منسوخ، لكنه عرضة لزيادتهم ونقصانهم وتحريفهم فيه، فهم لا يوثقون في هذه الأمور. نعم. بمناسبة هذا الحديث، حديث عمر ورقة توقع، أحيانا يسمع المسلم برامج تنصيرية من بعض الإذاعات والمحطات، هل لها هذا الحكم نفسه؟ هذا لا يجوز إلا لمن عنده علم يريد الرد عليهم، الاطلاع على ما هم عليه من الباطل من أجل أن يرد عليهم، لا يجوز إلا للمختصين الذين يريدون نقض ما عندهم والاحتجاج عليهم. أما العامي وأما المبتدي وأما الذي يستمع ولا ينكر فهذا لا يجوز له ذلك. نعم. العامي تحديدا في الشرع ممكن يكون طبيبا أو مهندسا، كل من لا يعرف الأمور الشرعية فهو عامي. نعم. ولو كان من أحذق الناس في الطب أو الهندسة أو غير ذلك، رب. نعم. عالم في فن، عامي في فن آخر، كونه عالما بأمور الدنيا لا يعطيه، لا يسمى عالما، يسمى بما يسمى من اختصاص: طبيب، مهندس، طيار وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا،
فالمخالفة فيه صلاح لنا. نعم، هم ما هم عليه لا يكون إلا ناقصا، لا يكون إلا ناقصا، لأنه لو كان تاما لما نسخه الله عز وجل. فكونه ناقص وأنه انتهت صلاحيته وأن البشرية بحاجة إلى شريعة مناسبة لوقتهم وحالتهم، فأدل على أن ما هم عليه لا بد أن يكون ناقصا، ولو كان أنه كامل لم ينسخ ولم يبدل بغيره من الشرائع، فلماذا نزكي ما هم عليه؟ هذا في أمور الشرع التي عندهم. أما أمور الدنيا فهم وإن أتقنوها حذق الصناعات والمخترعات فإنها لا تدل على كمالهم أيضا، بل ربما تدل على غرورهم وعن جهيتهم، وأنهم يتكبرون على العباد ويقهرون بها الناس ويظلمون الناس بسبب هذه المخترعات أو هذه المعلومات. فأيضا هذه لا تعطي أنهم على كمال، وإنما ألهمهم الله إياها من أجل أن يشغلهم بها عما هو أنفع لهم، كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تجدهم الآن يشتغلون الليل والنهار في إتقان هذه الصناعات وتجربتها واستعمالها، فهم في الليل والنهار في شغل. أما الآخرة فلا تعرض لهم على بال أبدا، وصدق الله: وهم عن الآخرة هم غافلون. وليس معنى هذا أن المسلم يعطل مصالح الدنيا، بل أيضا المسلم مطلوب منه أن يقوم بتحقيق ما ينفعه من أمور دينه ودنياه، لكن بقدر، بحيث لا ينهمك في أمور الدنيا وينسى الآخرة، كما أنه لا ينهمك في أمور الآخرة وينسى مصالحه من الدنيا التي يستعين بها على مصالحه وعبادة ربه، كما قال تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدنيا خلقت للمصالح، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فالله جل وعلا خلقها لمصالح، لكن لا تطغى على أمور الآخرة، بل يؤخذ منها بقدر ما يسد الحاجة، وبدون أن ينهمك فيها وينسى الآخرة، بل يجمع بين هذا وهذا. هم على العكس، اشتغلوا بهذه الدنيا وأتقنوها وفروا أنفسهم لها وأنفقوا أموالهم وأعمارهم ومقدراتهم وأفكارهم، ولا يذكرون الآخرة على بال، وإنما هم غافلون عن الآخرة. وإن ذكروا الآخرة فهو بطريقة غير مشروعة، طريقة بدعة أو خرافة أو دين مغير أو محرف أو منسوخ. ماذا تقول بمن يقول إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم؟ ماذا تقول وهم يتقنون الصناعة؟ هل نفعهم هذا؟ كلا، ما نفعهم هذا. نعم. إذن من المشابهة من نراه من بعض المسلمين يهمه الإقبال على الدنيا، يود أن يكون ولده مثلا أو صغار من أبنائه من أهل الدنيا الحذاق فيها، وأن يصنع وأطلب الصناعة، يطلب الصناعة خير من أن يكون من أهل الحديث الكبار أو التفسير أو الفقه، يرى ذلك أنفع. هل يكون مشابه لهذا؟ نعم، هو هذا نفس الشيء. إذا انهمك في الدنيا ورأى أن يتخصص في أمور الدنيا وينسى نصيبه من الآخرة، فهذا هو الهالك، هذا هو الهالك المذموم. وإنما أن يأخذ بقدر من ما يحتاج إليه ويحتاج إليه المسلمون من أمور الدنيا فلا بأس. أو أن طائفة من المختصين يتجهون إلى العلوم الشرعية، علوم الحديث، علوم التفسير، علوم الفقه، علوم اللغة،
علوم النحو، وطائفة أخرى يتجهون إلى تعلم الصناعة وحذق، لكن بعد ما يأخذون حظا من العلوم الدينية حيث يستقيم دينهم، فهم وإن كانوا يتخصصون في الأمور التقنية لكن يكون معهم قدر من علوم الدين بحيث يحافظون على دينهم وعلى عقيدتهم في أثناء مزاولتهم لهذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو. نعم، الكفر هو أشد الأمراض، أمراض القلوب لا أمراض الأبدان. قد يكون في بدنه من أصح الأبدان وأقواها، ولكن هو في قلبه مريض، ومرض القلب أشد من مرض البدن. فالكفر مرض قلبي كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون. فكيف إننا نعجب بمرض القلوب ونتشبه بهم ونأخذ عنهم العادات والتقاليد الفاسدة والمضرة؟ نحن لا مانع نتعلم منهم الصناعة والطب والهندسة غير ذلك من أمور الدنيا، لكن نبقى على ديننا، وهذه مصالح خلقها الله في الأصل لنا، خلقها الله في الأصل لنا لنستعين بها على العبادة. فكوننا تخلينا عنها وأخذها هؤلاء لا يمنع أننا نستعيدها ونستردها، لكن كما ذكرنا بشرط ألا يطغى هذا على عمل الآخرة. فيه من يظن الآن إن الدين هو الذي أخر المسلمين، وأن المسلمين تأخروا في الصناعة والتقنيات بسبب تمسكهم بدينهم، وهذا مفهوم خاطئ وباطل، لأن الدين يحثنا على أخذ المصالح للدين والدنيا. يا على أخذ المصالح للدين والدنيا. الله جل وعلا يقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما قال لا يتجرون ولا يبيعون، بل قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. التجارة والبيع إذا شغلتا عن ذكر الله هذا هو المذموم، أما إذا لم تشغل عن ذكر الله فهذا مطلوب، هذا أمر مطلوب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما نهى عن الأموال والأولاد، وإنما نهى عن اللهو بها عن ذكر الله. فالدين لا يؤخر المسلمين وإنما يقدمهم. وأما أن يأتي من يتصف أو يتدين ويترك الأسباب ويعطل الأسباب أو يقول أنها حرام أو أن، فهذا ما لا يحسب على الدين، هذا يحسب على نفسه وعلى على جهله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. يشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.